السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز ورجعت لكم بالحلقه رقم 11 بلعبة سكت سيتي. ولا تقول ما يبدا تضغط زر لايك وسبسكرايب، وشكرا شكرا لكم على دعمكم صراحه بالسلسله ذي. الله يعطيكم العافيه شباب، اتمنى انكم توصلون دعمكم. وخلونا نكمل اللعبه الجميله ذي بسم الله. اخيرا يا سلام يا عيني. I see you with a new outfit. Look at him. رجل ملكي والله، ذا مرة حلو والله. ما في فرق كبير بس يلا ما علينا. يا ساتر، شفتوا كيف شكله هذاك؟ والله صراحة شوف، جيت هنا بس كنت ابغى ابدل اللي هو اللبس، كان لبس جديد يعني. قبل كل بداية حلقة اروح واشوف اذا نزل لبس جديد ولا لا، فشفته فجأة جانا العرض ذا. احنا خلونا نكمل. الحين يا شباب حددوا لي هم مكان تقريبا يعني منطقة لازم اروحها، بس خلونا اوريكم. بالكتيب يقول لي في مكان، يوجد مكان واحد فقط في الخريطة على الساحل، وهو الموجود في نهاية ممر في غرب هاربر. خلينا نوريكم فين غرب هاربر ذا. هنا عارفين كيف المكان، اتوقع لازم اروحه هنا حول المنطقة ذي. هذه هي هاربر. فخلونا نحدد هنا، هو يا ذا يا ذا، واحد منهم. خلونا بس احدد كذا، خلونا كمان نسوي سفر سريع. الحمد لله منطقة يعني في عندها سفر سريع. خلونا نروح المكان ذا نشوف كذا. ايوه طريقنا سيدة، ان شاء الله لقينا اقارب هنا. فشكرا لكم صراحة يا شباب على دعمكم، والله شكرا صراحة دعمكم والله يا شباب يعني الكثير، شكرا لكم والله. واللعبة كمان يا شباب يعني والله يعني طول ما انا امشي فيها صراحة، يعني لما امشي فيها اكثر احسها يعني كل ما لا تحلو. صراحة أول ما بديت فيها يعني ما عجبتني مرة، بس لما مشيت فيها شوية صراحة اللعبة صارت مرة أحلى. فصراحة يا شباب يعني اللعبة يعني إلى الآن يعني كل ما مشي فيها يعني أحسها كل ما لها من أحلى لأحلى. فأكيد يعني حتى نهاية اللعبة إن شاء الله راح تكون جدا جميلة. هنا ما في قارب، خلينا نشوف. والله ما في أي قارب، أعتقد لازم أجي هنا. خلونا نجي على هنا، ممكن هنا ألاقي قارب. المنطقة غريبة صراحة، كل الناس قاعد تمشي هنا. شوفوا ذا المكان اللي انا ابغاه. لا مو هنا، خلينا نشوف كذا، اعتقد انه من هنا. لازم انقز من فوق والله شوف شكله، لازم انقز من فوق. شايفين عشان القارب هذا هو، ما ادري صراحه ممكن هنا، ممكن اكون غلطان انا يعني، ممكن الطريق اللي ابغاه من هنا ما ادري صراحه، عشان هنا ما في شيء من هنا. خلونا طب اروح من هنا. المناطق اللي زي كذا دائما يعني معناته انه فيها وحوش، نعرف طريقي من ذحين. بروح سيده، طيب بروح انقز من هناك. هيا 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 يا الله، والله باين وحوش كثير. هيا خلاص اتسلق من هنا. يا سلام عليك، هو ذا القارب، الحمد لله. طيب الحين خلينا نشوف وين بنروح. اعتقد بروح يسار، خلينا نجرب نروح يسار. ايش بيجي كذا؟ تدخل من هنا. خلنا ارجع لورا، على ورا يا حبيبي، على ورا على ورا. حسبنا الله ونعم الوكيل. خلينا نشوف اذا ادخل من هنا ان شاء الله مداني، الحمد لله.
اوكي الطريق اللي ابغاه يا شباب اسسنا من هنا ان شاء الله من هنا يعني ان شاء الله ما اكون غلطان يعني العباد صراحة تلخبط فيها بشكل كبير بالطرق يا لطيف ايش بغشيب اليوم بزيادة انا بصراحة الطرق دائما يعني تلخبط فيها باللعبة دي جزء كبير منها يا شباب على ايام ما قلت انك تقعد الطريق تدوره فاعتقد انه هو ذا الطريق خلينا نشوف والله هنا ما في شيء ما ادري ممكن لازم نغطس دحين اظن لازم نغطس خلينا نشوف الا والله بنغطس ايش عندنا هنا صراحة الغطسات دايما ما تكون سهلة ايوه خلاص عارفين احنا كل شيء الغطسات دايما ما تكون سهلة شوف في واحد ميت هنا يا لطيف الطف كبين طريق على فوق البخار ده لازم نتجنبه ناخذ مرة غطسنا اوه هنا في كمان طب اطلع يا حبيبي اطلع 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 يا حبيبي اطلع لا خلنا نعالجه هنا خلنا نعالجه من هنا هي 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 بدل نعدي يا حبيبي بدل نعدي يا الله احنا كلها بدل شيء هي طيب طيب الحمد لله الحمد لله خلوها بسكوت وتزيد طيب الحمد لله زادت صارت فل خلنا نحط اللي هي الصواريخ اكون جاهز لطلع لها شيء فجأة الحمد لله جت فيه اكيد جت فيه حبيبي هيا هدي هدي يا شباب كيف مو قاعد يجي شيء اعتقد لازم احطها براسه نشوف كذا خلو 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 يطلع من جديد اطلع على المخيص اطلع والله ما ادري خلاص ما طلع ما ادري ممكن قتلناه مع اني طلقت عليه بس كانها ما جت فيه احنا نكمل الطريق نكيد انه من هنا طيب طيب شايف نور هناك بين الطريق من هنا لا والله با 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 يا ساتر شايفين ذا لا تقولوا لي راح نواجهه الله يستر طيب طيب طريقنا من هنا الحمد لله ان شاء الله الوحش ذاك ما يهجم علينا والله لا لازم اقتله والله عبد العزيز لازم هي هي عشق طب عشق لي من دحين كمان اديه اديه اكيد قاعد نسوي له ضرر اكيد مو معقول لما قاعد نسوي له ضرر يا هذا ما يبغى يموت ذا يخرب بيت والله جاي مات بالله يقول لي مات والله يا شباب ما ادري شرجته ذا يخرب بيت ابوك مليتك يا ابن الذين صواريخ خليني اشوف كذا ما ادري ممكن لازم نشرد عنه هذا عاد فيه 100% والله اظن قاعد تسوي ضرر انا اكمل بس يا شيخ يخرب بيت ابوك يا شيخ الله ما ادري لا طحت انا طحت خلنا نطلع على هنا ويلك يا الضرر اللي سواه والله يا كبير طيب دحين يا شباب اعتقد انه لازم ما اطلق عليه خلنا بس اوريكم على السريع كيف عرفت هو يقول لي خلينا نحط خير الغوص هو يقول لي يا شباب الرمح يسحق المخلوقات المعادية لفترة قصيرة ولا المشاعل تنور طريقك ويمكن تشتيت المخلوقات المعادية فاعتقد احنا نحط ذا وشتت انتباه الوحش اللي دحين راح نقابله عشان يا شباب عشان انا ما ادري خليني اطلق على كذا حيصير شيء طب روح لي على هنا طه لا والله شو اشرد 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 والله ما صار شيء والله ما صار شيء خلنا اشرد بس تجيني صقعه جديده اطلع اطلع من هنا اطلع 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 يا حبيبي اطلع 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 كمان اطلع يا حبيبي ليه ما تطلع اطلع خلنا نعالجه خلنا نعالجه سلم في البخار ده والله ذاك ما ادري كفلت منه بس يلا اطلع
يا لطيف يا حبيبي، قلت لك اطلع. ايوه نبدا نعالجه الحمد لله. والله ذاك ما ادري كفلت منه. خلو بسكوت تكتمل. طيب الحمد لله قوتك اكتملت، انا اطلع دحين. في واحد ميت هنا، الحمد لله خلاص وصلنا طريق النهاية. ما ادري صراحة راح نواجه الزعيم ولا كيف النظام. ايوه كذا والله كذا افضل بكثير. نسين سويس تشيز وذ فيور هولز. والله الله يستر قاعد يزبطوني. نشوف ايش هناخذها. طيب خلينا نشوف نسوي اسعافات من ذحين. والله اسعافات ما يمدي، الله يستر. والله شباب صراحات صعبة، احنا واجهت زعيم دحين اكيد اكيد راح اروح فيها. والله كنت حاسس، والله كنت حاسس. طب عشك عشك عشك. طب مات الحمد لله، معك رصاص يا اخي، كان معاه رصاص خذه. ثلاث طلقات بس معايا، طلقتين مو ثلاثة. طلقة من البندقية شايفينه. والله في واحد شايفه، والله في واحد شايفه من هنا، في واحد هناك كمان. يا الله والله ما يصير كذا، والله مرة ما يصير كذا. خلينا نشوف ايش هنا بدنا ناخذها. والله يا رجال ما في ولا شيء هنا. طيب اكيد هنا في عاد. والله مرة ما في شيء. هذا طيب، خذ المسدس حقه الطيب ذا، شايفين كيف؟ والله مسدس بين عليه مره طيب. يا الله والله قدامي. نطلق من ذحين. طيب الطلقه الاخيره بخليها لقاك الا عن ابو شكلك يا شيخ. مات اكيد، مات اكيد مات. طيب طيب هذا عنده اللي هو البندقيه، بدنا نطلق عليه. الحمد لله. طيب الحين كل علينا بس ندور رصاص، ان شاء الله في رصاص باذن الله. طيب طب اخذنا رصاص، خلينا نشوف كذا بدنا نسوي اسعافات. طيب خلينا نشوف كم طلقة، واحدة طلقتين من ذا. هنا في شيء. These look like they'll hatch soon. Oh, والله لسه في، والله لسه في أعداء. أقرب أقرب المخيس أقرب. الحمد لله قتلناه. طيب بقي طلقة بالبندقية بس، لازم ننتبه. أقرب 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 المعدوم أقرب. أطلع المخيس. الحمد لله قتلناه. خلينا نتأكد هنا ما في شيء. والله خلاص ما في شيء. باين الطريق على فوق، بس خلينا نشوف هنا. هنا خلاص ما في شيء، هنا حتى ما في شيء. الطريق باين خلاص انه على فوق مع الدرج ذاك، بس انا قلت ممكن هنا في رصاص جي هدية. طيب اوه هنا في صناديق، خلينا ناخذها. يا سلام الحمد لله رصاص. خلاص انا ما اعتقد في شيء. هنشوف شو اللي معاي من الرصاص. مسدس ذا طلقتين، انا بس اشوف مدري اسوي. والله ما مداني البندقية، رصاصة واحدة. بدي منهم قاعدين يزبطوني اكيد. دحين في زعيم راح نواجهه. عشق عشق من دحين، أو ممكن أعداء لسه لازم نواجههم. أوه في واحد قدام شايفينه، بان عليه مسالم على ما أعتقد. إن شاء الله إنه مسالم، مع إنه محطين عليه أحمر. خرب
بيت ابوك انت ايش تطلع؟ I know you, don't I? Mr. Reed from the fish market had business with that harlot Anna. Why on earth are you here? خلنا نشوف الخير الأول. Mr. Blackwood, guess I finally caught up to you. You are a follower of my work? Oh, sorry, Evernote. My heart belongs to another. Fred from the fish market said you could tell me where the professor is. I see. He didn't mention that I was about to wage war on the EOD then. Harriet Doe, I know you were looking for her. Where is she? Why do you need to find her? She has a purpose. A purpose that must be fulfilled. A purpose that you have no part in. I have questions that I need her to answer. Questions? You're like a dog digging for a bone. You have no concept of the greater picture. The professor is the one. She is too important to be bothered by your questions. She is all that remains of the few. Listen to me. Harriet must live. We are on the cusp of a great tragedy, and only she can avert it. She is one of the chosen, gifted with visions by divine providence. It is her fate to either save us or doom us all. I don't follow. You talk about tragedy and doom. What tragedy? What doom? From beneath the city. But I forget. You would know. The frescoes here show the truth. I lost days studying them long ago. I once surfed the sea myself, Mr. Reed, but I cannot do so any longer. They have to be stopped. Harriet is the key. طب في عندنا ليس لدي وقت للوحات جدارية. خلنا نقول يجب أن أذهب. In that case, I suppose I better get a move on. Good luck, Mr. Reed. You must not fail. تم إيجاد دليل رئيسي. طيب دحين باين كل العالم بس نطلع من هنا. شوف كذا. It's a prison. I've seen these symbols before, but. But where? اللوحة الجدارية الأولى. أكيد في باب سحري هنا. نشوف كذا. يعني هو كل اللي علمنا دحين علم اعتقد الشباب انه نخرج من هنا. ما ادري وين لسه في اشياء هنا لازم نستكشفها. Looks like a wheel, something repeating maybe. Like the seasons. Some kind of cycle. نشوف لسه كان في باب سحري الله يستر شو نهايتها. ايش عندنا هنا شو المكان ده؟ من هنا الطريق. الله يستر يطلع لنا شيء فجأة. طب هنا في رسمة كمان. A seal. I'm sure I've seen these symbols before. Where? طيب حتى هنا في باب. تعرف فين طلعنا احنا؟ ولا شايفين اللي قدامي؟ خمس رصاصات. اسعافات معايا. هنا رصاصتين. طبعا معشق تمام هنا معشق. خلونا نحط ذا بالبداية. والله اللي قدام الله يستر. تدري بيهجم علي ذحين ولا ايه؟ واحد مسالم ان شاء الله واحد مسالم. Professor Doe. واحد ذي. Are you alright? Alright?
I am. Why not? Sorry, who are you? I'm called Charles Reed. I'm Charles Reed, private detective. I've come here for some answers. Here, you'll find many answers. Everything is an answer here. And everything is in my hands now. Do you understand? There is a cycle. This has all happened before. She wants to be free, but she must not be, or else it all ends. What is this about a cycle? It always begins with a great flood. Then the threat rises with the sea. The sea is all that divides our world from the one below. When the sea rises, the gates, neither open nor closed, only waiting. What gates? Katiganar! The gates are not closed, the gates are not open, but they shall be one or the other by the cycle's end. What are you talking about? But the seal may close the gates, and close them forevermore. Professor Doe, you're not making sense. We need to get out of here, now. I can't leave with you. I need to be alone. Alone! You don't understand. I play a part in it all, but only the chosen few may do that. Those led by the visions. I have had them for so long. What do you see in your visions? Horrors. Nightmares. Alive. I see reality. Torn. Rotten. The things below and water. So much water. Water is death. I have visions too. That's what brought me to Oakmont. And I guess what brings me to you now. Oh, but that has to be different. It has to be. I've been through so much. It has to be different. I don't understand. There can only be one of us. I need a moment to think it over. Okay. I will stay here with my seal. طب خلنا نشوف دحين حصر العقل. أخيرا لقناه. هذه بروفيسور دو صراحة قاعدين نبحث عنها من زمان. أيوة ذا بهم مع ذا. طب خلنا نشوف دحين دليلين الثاني ذي. بعتقد بقى آخر شيء. أيوة أوكي جمعنا كل الأدلة. I know what we should do. Yes. نحن بحاجة للرحيل. سوف أكون الشخص الذي يبقى. نقول له نحن بحاجة للرحيل. We need to get out of here. But my work isn't finished. My mission. Good luck finishing it if you're dead. We need to get out of here, Harriet. We just need to get to the surface. Fine. We go above ground, but we need to take the seal with us. The seal is the key to everything. فين الخاتم ذا اللي هو the key for everything؟ فين الاقيه هنا؟
اوكي، قضية جديدة، السكوت من ذهب. وقضية هبوط حاد، الحمد لله كملناها كلها. التعامل مع الشيطان، الله يستر. صراحة قضية باين عليها مرة صعبة. خلينا نشوف هذا ايش عنده. What are you doing here, Johannes? You have quite a knack for asking the wrong questions, Mr. Reed. I'm here because I heard you were admitted. You don't seem the frail sort, so my interest was piqued. نقول كيف وصلت إلى هنا. Last I remember, I was underwater. Consider yourself lucky. That's not the best place to be unconscious. I'd wager you'd had a drink too many were it not for the scratches. What exactly were you doing underwater? خلينا نقول له هذا ليس من شأنك. You don't need to know. How rude. But I suppose I should expect no less. Oakmont keeps its mouth shut, as they say. Please, what happened to Harriet Doe? Where is she? Ah, she's right here at the hospital. In the morgue. They fished her out of the Calmshore Marina earlier today. A pity. I always thought she was a strong swimmer. But how? I made sure she... Made sure? Mr. Reed, when confronted by the true horrors of this city, you couldn't even stay conscious. And now we are here. What happened to my things? I need to find them. Mr. Reed, do you take me for a hospital employee? I guess not. Apologies. Although, this wouldn't happen to be about a certain seal, would it? How do you know about it? Mr. Reed, there are plenty of things you do not yet know. Luckily, I want you to succeed. Perhaps it has been misplaced. You may wish to return to where you were found. If I were you, I'd inquire with the staff as to where that was. Johannes, be straight with me. How do you know about the seal? What can I say? Acquiring information is something of a hobby of mine. Wasn't that how you and I first met? In any event, when you've recovered the seal, come find me at my theater. I will have a plan of action ready. Here's the address. Farewell. يا ساتر اختفي كذا. اوكي، هو قال لي اذا جبت اللي هو الختم تعالوا قابلني، اداني العنوان. فان شاء الله راح نكمل الحلقة القادمة. كده وصلنا نهاية حلقتنا ذي. أتمنى أن الحلقة نالت إعجابكم. إذا نالت إعجابكم لا تنسوا تضغطوا زر لايك وسبسكرايب، وأنا بإذن الله أشوفكم في الحلقات القادمة. في أمان الله شباب. I'm out. Peace.